طيب انا عرفت برضو انتي تواصلتي مع مختبر الافلام الوثائقية الامريكية، صحيح؟ ازاي اللي تم هو التواصل؟ هو الفيلم اندبندنت، فيلم اندبندنت. فيلم اندبندنت، ازاي تم التواصل ما بينك وما بين المختبر ده؟ فيلم اندبندنت هم في مرحلة كانوا موجودين في مصر وقابلوا كل صناع الأفلام اللي في مصر، وأنا وقتها قابلوني وشاركت بفيلم روائي معاهم اللي هو لسه أنا شغالة عليه دلوقتي، اللي هو في مرحلة الكتابة. وكل سنة هو الناس بترشح مخرجين ومشاريع، وبعدين هم بعتوا لي تاني قالوا لي إن هم عايزين الفيلم التسجيلي، عشان أنا هم عارفين إن أنا لسه ما خلصتوش، فعايزين يساعدوا إن هو يشارك في الدوكيومنتري لاب بتاعهم يعني. اوكي. طيب يعني الفيلم دلوقتي مرشح ان هو ان شاء الله يدخل اوسكار باذن الله. متاهل. لسه يعني مش مرشح. يعني لسه في مرحله التاهيل. بالظبط. يعني المفروض بقى يحصل ايه عشان خاطر يبقى من ضمن الافلام المرشحه؟ هل احنا ممكن نصوت له مثلا؟ لا، هو اعضاء الاكاديميه هم بس اللي لهم حق التصويت. هي في كذا مرحله. يعني هو دلوقتي مرحله التاهيل، المرحلة الجاية هي مرحلة الشورت ليست أو القائمة القصيرة، وبعدين مرحلة النومينيشن أو الترشيح، اللي هو ساعتها بيختاروا خمس بس أفلام هي دي اللي تبقى موجودة، وبعدين آخر بقى مرحلة اللي احنا بنشوفها في الحفلة وبيختاروا فيلم واحد يعني.